بحييكم مشاهدينا، ومع بداية الحلقة طبعا كلنا بنستذكر الراحل سيمو أسمر لما ترك من بصمات عديدة خصوصا على الساحة الفنية. بعرف قديش كتار من الفنانين اللبنانيين يلي تعرفنا عليهم ويلي حبيناهم كانت نتيجة اختيارهم باستوديو الفن يلي كان عرابة سيمو أسمر المخرج. نحن اليوم طبعا عم نستذكره، وبالتالي إن شاء الله نفسه تكون بالسماء. معلومة، بمعلومتنا لليوم، وزارة التربية من خلال مكتبها الإعلامي أصدرت بيان أوضحت فيه طبيعة كثافة المعاملات في بداية العام الدراسي. بتقول إنه الشباك الموحد بالوزارة اللي بيستقبل معاملات المواطنين المتعلقة بالمصادقات والمعادلات عم يشهد يوميا حركة كثيفة، خصوصا مع بداية العام الدراسي وانتقال العدد كبير من التلامذة من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، يضاف إليها راهناً تقديم طلبات الكلية الحربية. وأكد المكتب الإعلامي أن الوزارة اتخذت خيار الشباك الموحد حرصاً منها على تطبيق المزيد من الشفافية والتنظيم في تسلم المعاملات وتسليمها للمواطنين تسلسلياً بحسب ورودها وإنجازها في مواعيدها المحددة. وبالتالي ما نشر من على مواقع التواصل الاجتماعي عن خلاف في الإدارة هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، فالموظفين المولجين بهذا العمل الإداري الدقيق يقومون بمهام من دون توقف أو راحة تلبية لحاجات المواطنين، وهم يتعرضون لضغط هائل يفوق طاقتهم. ولفت المكتب الإعلامي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على مصادقة الإفادات المدرسية والشهادات الرسمية من المناطق التربوية، كما يمكنهم تقديم الطلبات لهذه الغاية عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأمل طبعا المكتب من كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نشر أي خبر يتعلق بوزارة التربية، واتمنى عليهم الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة حرصا على نشر الحقيقة وعدم إحداث أي إرباك لدى الرأي العام. من المسؤول؟ رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضدي للمخاتير المختار إبراهيم حنا، يعطيك العافية. بونجور، الله معك ست ربيكا. دايما عندك جديد للمخاتير. أنا حبيت ضف خبر لمخاتير لبنان. هلأ اجتماع بأطرب عبدة من عقد الحكومة فوق، من عقد مجلس الوزراء حاليا. نعم، مجلس الوزراء. وبس حبيت زفلهم خبر انه نظام الخدمات تبع مخاتير لبنان صدر هلا بمجلس الوزراء، وانا بدي بس اشكر جميع القيمين على هذا الموضوع، وعلى راسهم المدير العام الاستاذ جلال كبريت يلي بالفعل كان له الفضل الكبير بالشغل الكبير اللي عمله من 9 سنوات لليوم. حتى أوضح أكثر للرأي العام، شو أهمية نظام الخدمات لمخاتير لبنان مختار؟ هو نحن هذا نظام الخدمات صار قانون، يعني نحن بدنا ندفع تعويض نهاية خدمة للمختار. نعم، يعني نبلش من 2010 لل 2016 سبق وحكيت معهم، حكيت عندك بهذا الموضوع. مزبوط مزبوط. وبدنا ندفع بدل وفاة إذا المختار توفى، وبدل زواج وبدل ولادة، وإن شاء الله بالأيام اللي جاية في بعض خدمات كتير رح نطلع فيها كتير منيح. بس بالبداية هذا الموضوع أخذ وقته وكتير، وتعذبنا فيه كتير بقدرنا وصلنا. بشكر مجلس شورى الدولة يلي كان له اليد الفاعلة فيه، بشكر مجلس الوزراء مجتمعا خاصة الوزيرة ريا الحسن وجميع الوزراء المعنيين بالموضوع. وبس بدي وجه كلمة إلى فخامة رئيس الجمهورية الله يطول العمر عماد مشان هون، وبدي أقول له هيدا عهدك هيك بده يكون، ونحن ما فينا إلا ما نكون تلاميذك، هيك بدنا نعطي. تمام.
طيب هيدي يعني المدرسة هيك بتطلع. نحن طبعا نحن بنشكر فخامة الرئيس ومجلس الوزراء اليوم اتخذ هذا القرار يلي بخص كل مخاتير لبنان يلي صار عنده نظام خدمات يعني بين هلالين تقريبا نظام تقاعدي يعني صار عندهم تعويض اللي ما كانوا المخاتير عندهم إيه. هيدا اللي بدك تقوله مختار حنا، وبالتالي هيدا تمويله بيكون من الطوابع ما هيك ما صح, 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 صح يعني هو بغذي حاله من طابع المختار. احنا بنغذي حالنا بحالنا من طابع المختار. يلا عامل نعم تفضل. بدي مرق بس شغله صغيره بس صغيره. نعم وكل الشكر لرؤساء رواضي لبنان يلي هن كانوا الدفع الاكبر باتجاه ليصير في مجلس اداره للصندوق التعاوني للمختارين بعد توقف مزبوط بعد توقف دام طويلا. نعم انا بدي اشكرهم واحد واحد وان شاء الله نحن وياهم بالايام اللي جايه بنجيب اكثر واكثر. من بعد ما قدرنا جبنا المليار بالموازنة واليوم عم نجيب نظام الخدمات إن شاء الله بالأيام اللي جاية إيدنا بإيدهم بنجيب القصص الكبيرة. والشكر الكبير لأعضاء مجلس الإدارة واحد واحد يلي هم اشتغلوا وتعبوا على هذا. واكيد يعني بدنا نشكر كمان من بدا كمان ب يعني ما حدا استلم الصندوق الا ما اشتغل للاستاذ بشاره غليم المختار وكثير مهم اليوم كل يلي انعمل الحمد لله مجلس الوزراء اليوم صدق عليه. وهون بس طبعاً. بحب مختار حنا بس توضح لي اي مخاتير يعني ايهم المخاتير يلي بيستفيدوا من هذا النظام. بالبداية اللي راح يستفيدوا هن يلي تركوا يعني اللي بطلوا مخاطير نعم. 2010 ل 2016 نعم بوقت قريب جدا ببلشوا هدول الناس هدول المخاطير يقبضوا كل نعم. مختار يعني ببلشوا يقبضوا بس تنزل جريدة رسمية او ما بدها جريدة رسمية تعلن بجريدة رسمية وبيصير فورا قابل للتطبيق. نحن مع المدير العام الاستاذ جلال جاهزين استمارات جاهزة الداتا موجودة كل شيء موجود ببلشوا يجوا بيتوجهوا على مركزكم ما هيك على مركز الرابطة يلي مركز الصندوق الجديد يلي إن شاء الله بدنا نفتحه نحن ومعالي الوزيرة ب 25 في الشهر. كتير منيح. فإذا يعني شغل بعد بدي اوضح شغله هو نظام الخدمات نعم. شغل هلا نحن مع المدير العام يعني بالسابق ما كان عم يشتغل عليه صحيح هلا بده ينشغل مزبوط نعم نحن شغال عليه هلا من سنه لليوم كثير منيح. نحن اللي بهمنا مختار ابراهيم حنا اليوم كرئيس مجلس اداره الصندوق التعاوني للمخاتير ان نقول لهم عندكم مفاجاتين يعني سمعاد ومفاجات صاروا واقع هن هذا صح. النظام الداخلي هذا نظام الخدمات يلي بس يصدر بالجريده الرسميه بيصير نافذ. والشغل الاخر صار عندكم مركز كثير مهم يدشن برعايه وزيره الداخليه وبلديه ريا الحسن في 25 اكيد شكرا ما بدك دعوه الله بخليك شكرا لك على طول وانتم سباقين كمان انكم تعطوا الاخبار الحلوه دائما للمخاتير اللي نحن كلهم بنحترمهم وبنجلهم. شكرا لك ومنتابع طبعا الحل عنا عبر الام تي في. اذا اليوم مجلس الوزراء اقر نظام الخدمات لمخاتير لبنان يلي بيقدروا يستفيدوا منه فور صدوره في الجريده الرسميه. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 بياخذ اول اتصال لليوم. الو 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 تفضلي. يعطيك العافية. اهلا تفضلي. بدي انا احكي عن المدارس الرسمية. اي نعم تفضلي. حبيبتي انا بنتي ما توفقت بريفي معيدة. نعم. رحت على مدرستين على كلمة ما في مطاري. نعم. ورحت انا اول يوم ما فتحت المدرسة الرسمية. نعم. رحت اول شيء على مدام غانم بعين الرمانة. نعم. قامت قالت لي عندي اربع مطاري. قامت انا قلت لها بدي سجل بنتي. قامت سألتني قد ايه جايبه؟ قلت لها 95. بترد وبتقلي لا مدام ما فيني. قامت بعتتني على مدرسه صفرني الشباك يعني بعيدي عن بيتي. نعم. قلت لها انا بس سجلي لي اياها يعني انه لو سمحتي وترجيتها على كلمه لا لا. بدي بس انا اوصل صوت لوزير التربيه انه ليش عم بيعملوا هيك مش بس لبنتي انا وغيري انه ما عم بيقبلوا معيدين.
ورحت على مدام عون قال ما في مطاري. هيدا من تاني يوم من افتتاح المدارس الرسميين. شو الحال يعني؟ ما تواخذيني انه لواحد انه بدي يسجل ولده، حتى بالرسمي بطلنا قادرين. انا ما تواخذيني يعني انه كنت اشتغل وحطيتها بمدرسة خاصة، هلا ما عم بشتغل، بتعرفي اوضاع البلد. معقولي انا بنت حطة كرمال ما في مطرح بمدارس الرسمية قعدت سنة بالبيت؟ هيدا الشيء بيرضى الدولة؟ بيرضى الوزير؟ هلأ الموضوع كان في مطرح، بس لأنه المعدل 65 ما قبلتها، مثل كأنه بده يكون بده يكون عندها أكثر من 65، مثل كأنه كل مدرسة بدها تجيب أعلى شيء ممكن حتى تقول أنه نحن طلابنا، مع أنه المدرسة بدها تكون لكل الطلاب، يحق لكل طالب. بس ما لهم بالحق، عفوا بكلمتي، مع احترامي للوزراء وللنواب، مش لحظة مدام ما نخلط الموضوع. 95 بنتي مدام، انت اخذي بنتك 95 بدي اياها بلكي 100 تجيبها، لو 100 كانت نجحت. يعني اي طلاب بدنا نقبلهم اذا بدنا نختار طلاب على ذوقنا؟ هيدا اللي عم قلك عنه مش مقبول. مفروض اي طالب بيتقدم على اي مدرسه رسميه وعنده علامات وفقا لهذه العلامات الصفيه اللي بيناسبه بيتدخل، ما بينقال له لا 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 ما في عندي مطرح بيكون في ما في. هون النقطه اللي انا عم قلك عنها. نحن رح نبحثها مع وزير التربية، بلكي بيعمل تعميم بالموضوع، ولنشوف قديش بتقدر تستوعب مدارسنا الرسمية كمان، ما ننسى. في اتصال آخر. ألو. وي ألو. ألو تفضلي. ألو بونجور. بونجور. كيف الأحوال؟ ماشي الحال. مدام ريبيكا، أنا موجودة هون بالمنطقة يلي بين 2 سوبر ماركت، يعني المنطقة تبع جسر الجديد. أوكي. مع الأسف صار لنا جسر الجديد وين يعني؟ في كتير صورة جديدة دغري ورا الأوانسي. هون بجل الديب عم تحكي؟ أول أنطلياس. أوكي، شو في هونيك؟ صار لنا أكثر من شهر ولا نقطة مي. ليه؟ لأنه بسبب أشغال الطريق؟ ما بعرف، لانه ما حدا بيجاوب، ما حدا بيرد، ما حدا بيعطيكي. لحظه، حكيت المي؟ حكيت شركه المي؟ لا، ما كيف بدهم يعرفوا؟ طيب يعني اذا ما حكيتيهم كيف بدهم يعرفوا؟ من شهر انا عم بحكيكي لانه بعرف انه اكيد صوتك بيوصل اكثر. بس لخبرك شغله، يا ريت حكيتيني من شهر وقت بلشت تنقطع المي، كنت دغري وجهت وقلت لك اطلبيهم. خلاص منا مشكله يعني، ميوفو تاركو جامي، الواحد بيقول بس انت خسرتي شهر. كنا دغري لفتنا له النظر انه هون بعد ما وصلت المي، وكان اذا في عطله بينعمل يعني، عرفتي كيف؟ بكل بساطه. طيب، لكن نحن رح نقول لهم عندك رقم عيار، عندك رقم تليفون، عندك بنيه مين او شيء؟ والرقم اعطيه لدورز بكش تعطيه على الهواء. دكتور، على كل حال نحن بعتقد البنايه كلها مش بس انا. ايه ما من هيك عم بقول لك، يمكن اذا حي او بنايه يعني انه من شهر ما عندهم مي، لازم تعرف شركه المي، عرفتي كيف؟ مفروض تعرف. على كل حال دايما في عنا هيدا الرقم، سجليه عندك دايما لما بيكون عندك شيء بيتعلق بالمي، فيك تطلبيهم على الكول سنتر يلي هن بياخدوا دايما الاتصالات والشكاوى. 01 3 3 8 3 9 8 0. نحن رحنا عم نحطه على الشاشة. أوكي، هو على الشاشة، شو فيه سجليه عندك إذا بعدك معي، وأكيد فيك تتواصلي معهم وتقولي له، نحن كمان رح نقول له. باخذ أنا فاصل وبنتابع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في، ونحن بروبورتاج اعده انطوني مرشاء. نعرف قديش اليوم الحاله الاقتصاديه والمعيشيه ضاغطه، فزاد عليها موضوع الدولار. للاسف الشديد وكان الدولار سعره الرسمي ما حدا ملتزم فيه اطلاقا الا على الورق والا لما بينزاع، بينما لما بنجي على الواقع اليومي الكل عم يشكي، لأنه نحن بنعتمد الليرة اللبنانية كليرتنا، ونحن بدنا نشجع الليرة اللبنانية، ولكن للأسف كل شيء بينشرى وكل شيء بينعرض هو بالدولار الأمريكي. لا يعني التجار، الدكان، أي حدا بده يشتري اليوم عم يقبلوا يبيعوه
إلا بالدولار، بس بده يبيع بالليرة. بعدين مش هون الموضوع، الموضوع كمان إنه مين عم بيراقب المصارف، مين عم بيراقب عفواً الصيارفة يلي عم يوصل لعندهم سعر الصرف 550. حتى اليوم أي شركة أي مؤسسة بتروح بدك تشتري شيء من عندها بتراوح سعر صرف الدولار متفاوت بين 1518 16 50 60. السوق في فوضى، والمواطن ما في إيده في دولار ومضطر إنه كمان يدفع الفرق. كمان العمال الأجانب يلي بيقبضوا باللبنان أو بدهم يقبضوا بالدولار، في حال بدهم يبعثوا لبرا ما فيهم يبعثوا بالليرة اللبنانية، بدهم كمان عملوا إرباك مع أرباب عملهم، بدهم يدفعوا لهم باللبناني، بيروحوا بيصرفوا عند الصيرفة، بيعملوا مشكل مع يلي بيشتغلوا عنده إنه لا نحن بالصيرفة صرفنا 550، أنتوا حسبتوا لنا إياه 1500 إذا عطوهم باللبناني. هذا موضوع بده يعني هيدي الفوضى إذا استمرت عم تنعكس على كل شيء. نسمع سوا المواطنين شو بيقولوا. وضع اقتصادي أكثر ما يكون، وخاصة أنا بحب أقول عن الأشخاص اللي عندها إعاقة، يعني ما حدا مهتم فيها، ما حدا سائل فيها، وما في وظائف، وين منصير ما حدا بيعرف. بس هيدا عن جد كله تعب لهالعالم. بدكم تتفرجوا نزلوا على سوق الخضرة لتحت، تفرجوا العالم اللي عم بتلقوا الخضرة من الزبالة، إذا راس البندورة في شقفة صغيرة فيه بيفرموها بحطوها بالجات، خيارة بقدونس نعنع شي تعطير. هلأ في مرة بتيجي كل يوم لهون على المحل إذا بتلقوا بالصحيح. بلد بزوق عليها علنا، بزوق اسم جورج إدوار فرع سن الفيل شارع السيدة الأولى علنا. عنا حكام بيسوا سرمالي ما فيها الشغل، يعني أنا عم وزع خبز بين السنة والسنة الماضية، يعني عم اشتغل النص تقريبا. ما في، العالم خايفانه، خايفانه من ازمه، خايفانه من شو ما بعرف، والدولار ما انه موفر. يعني معروف البنوك اصلا شو عم تعمل، يعني وضع البنك اصلا هو اللي عم بخوف العالم. كمان عندك بالبنوك 280 مليار دولار ودايع للعالم، يعني الي والك ولكل العالم، ونسبه الدولار بلبنان هي 70% و30% هي ليره لبنانيه، والمصرف المركزي عنده ودايع 37 مليار من عدا احتياط الذهب اللي صار هلا 15 مليار لانه الذهب طلع لهالدرجة انه احنا عندنا كثير دولارات بالسوق. المال جبان لانه ما عنده ثقه بالمسؤولين الحاكميننا، يعني ما حدا عم يحرك امواله، حاطينهم فوايد سندات خزينه وعم يسرقونا بهالفوايد. ليه؟ لانه ما في مسؤولين عندنا ثقه فيهم، لو في مسؤول عندنا ثقه في المصاري تنزاد بالسوق. نحن عم نجي ندفع على التجار كمان بالدولار، عم نجي نكسر اللبناني، كله عم بيطلع نحن منا مع حسابنا. من اللحم الحي مثل ما بيقولوا. هيدي مصدرة، إذا أنا بدي أدفع لهيدا التاجر باللبناني بدي أدفع له عب 1520، ما هو كمان حقه بده يفوت على البنك بده يشتري هالدولار ب 1518 1017 أو أيام ب 21 عم نشتري. البنك أكثر من 1000 دولار بالنهار ما بيقدر يعطيك. بدفع حسب بالدخان شيء وبالسلع العادية شيء، بالدخان بيحسبوا لك إياه على 1546 43 45 لأنه هن تحت ما عم بيقدروا يصرفوا لهم مزبوط مشان هيك بالرجي. وبالنسبة للسلع العادية 1515 1516 أوقات توصل للعشرين، عرفت مشان هيك. يعني هلا التجار لأنه سوري ما عليهم رقابة ولا شيء، كل واحد بيحسب مثل ما بده، ونحن بالنهاية مضطرين ندفع، يعني بدك تجيب أغراض لمحلك. سمبلي الإشاعات قد ما بدك، وبس تفقد الأمل بيكون تفقد معه لبنان، فكرمال هيك نحن مستمرين، والنهار بنوقف فيه انفستمنتس بنكون يعطيك العافية خلص قلص الموضوع. بس الحل يا ابني من زمان بدها دولة العملية، طالما هيك عصابات عنا ما بصير عنا شيء. مثل لبنان ميت ومأجل دفنه. يعني اتضايق سين هالمواطن ليوصل يقول لبنان ميت بانتظار دفنه، ولنقول كمان بدها دولة وبدها مين يحسم الموضوع يراقب السوق ويحط الأمور بنصابه، وإلا الفوضى رح تستمر، ومع الفوضى لما الشعب بيجوع ما بعرف مين بيقدر يهدي. يعني الناس إنها عم تلتقط
البقايا إذا بدي سم الخضار ولا الفاكهة حتى تاكل، وإذا ربطت الخبز ما عادت بمقدور المواطن يشتريها، يعني وصلنا لمرحلة للأسف الشديد ما وصلنا لها لا أيام الحرب ولا بعد الحرب نوصل لليوم. هيدا شيء مش مقبول. نحن عم نتابع وبنعرف في اجتماعات كتيرة ولقاءات كتيرة وفي مواضيع كتيرة عم تتخذ حتى نحمي ليرتنا، حتى أقله نطلع من هالأزمة. نحن أمام أزمة، أمام تحدي كتير كبير، أمام ممكن حرب اقتصادية. المواطن ما بيعرف هالشي، المواطن بيعرف أنه عم يشتغل أكتر من شغلة وشغلتين ما عم يقدر يلحق. المواطن بيعرف أنه بنام على شي بقوم على ضرائب، بنام على شي بندفع على شغلة تاني نهار مش موجود الخدمة. هيدا الشيء ما صار بدول العالم إلا بلبنان. لأين ولأي متى وقداش منقدر نضاين وكيف ممكن نتحدى بوطنيتنا؟ أكيد بحرصنا على ليرتنا أكيد، ولكن هي مش مسؤولية المواطن، هي مسؤولية المعنيين، كافة المعنيين. بدي أخذ اتصال. ألو. ألو. ايه تفضلي. بونجور. بونجور. عم بحكيكي من مجلية من الشمال. ايه اهلا وسهلا. انا كنت بحب اني ضيف جو من التفاؤل يعني على املنا بهالبلد. نحن كمان متفائلين يعني، ولا مرة هذا البلد رح يموت او رح ندفنه، لا بالعكس. بس للأسف للأسف اللي حقلك ايه كمان بيضيف مشكلة على المشاكل اللي حضرتك عم تطرحيها. نعم. انا عندي مشكلة مع مصلحة مياه طرابلس. نعم. مقايدلنا قسمنا انه نحن عنا اشتراك بالمي. نعم. من 2007 مع العلم انه في حال اثبات هالاشتراك علينا انه نجيب افاده من البلديه انه نحن مشتركين. نعم. والبلديه عطت افاده انه نحن ما عندنا اشتراك. أوكي. فوظفوا احد الاشخاص من 2006 وسجلنا اسمنا انه نحن مشتركين، في حين انه بقلب البلده في اشخاص مستفيدين من المي من اكثر من 20 سنه وما لهم اسم. اوكي. وبتفاجئ انه كمان بضيعه بجانب اهدن اسمها بسلوقيت كمان وظفوا كمان احد الاشخاص يلي بلش يقيد اسامي هالناس، ومنهم نحن يلي انا ما عندي بيت اصلا بهالضيعه، عندي طيب. ارض زراعيه ما طيب. عندي بيت علي من 2006 مي يعني، وانت ما عندك مي ولا عندك اشتراك ولا عندك عدد ولا عندي بنا طيب. حتى ولا عندي طيب. بيت. خلينا انه هونيك علي 3 ملايين ونص وهونيك علي 3 ملايين ونص، والكثير بزعل انه انا بدي اركو جيب افادات من الجهات المختصه لحتى شيل طيب. هال إنه إذا بتراجعي لنا بهال. أكيد بدي راجع فيه، بس بدي أخذ عن تليفونك عطي له دوريس حتى نتواصل معك، لأنه بدي أخذ اسمك. لأنه رجعت أنا وقدمت اعتراض. أنا قالوا لي قدمي اعتراض، قدمت اعتراض. مدام أنا عم بطلب أرجع أحكي معك حتى تعطيني رقم الاعتراض، حتى تبع لك قضيتك، شو عندك ملف، يعني أي شيء عندك مقدمتي حتى نتابع من خلاله، عرفتي كيف؟ يعني بدي أسألك كم شغلة، بدي أشوف رقم الملف، رقم الاعتراض، وين تقدم، تاريخه، حتى نقدر نتوصل معك، نقدر نشوف شو هالقضية هيدي، عرفتي؟ يعني أنا هيدا اللي قصدت فيه. أهلا وسهلا فيكي، انتهى الوقت لليوم، ولكن بجدد بكرة دايماً عبر الـ MTV.